ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع ينضم إلينا في استوديو مركز الأخبار رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون السيد سلمان ناصر. سيد سلمان، بداية نرحب بك، وكما سمعنا في التقرير هناك دعم كبير للتقرير البحريني في جنيف من منظمات حقوقية غير حكومية. هذا الدعم بلا شك لم يأتي من فراغ، هناك دلالات لهذا الدعم، هل لك أن تحدثنا عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا نهنئ كل القائمين على هذا الملف الذي عكس نجاح الدبلوماسية وكذلك العمل الرصين في عرض ملف مملكة البحرين الحقوقي. في وجهة نظرنا حتى كمتابعين، هذا ما تقوم به البحرين ليس بجديد، ولكن ما ميز هذه المرحلة أن جل مؤسسات المجتمع المدني انتبهت لما تواجهه البحرين في آخر تحديدا 6 سنوات، ألا وهو قيام مجموعة من منظمات بتسييس هذا الملف الإنساني، وخرج صوتهم في هذه الدورة، وأكدوا على ما قامت به البحرين من أمانة حرص على تعزيز كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. ولا يفوتنا في هذا المقام كذلك نوجه الشكر لمساعد وزير الخارجية الذي يعني قام بهذا العمل و أسهم في عملية التنسيق مع سواء كانوا السفراء الموجودين هناك أو حتى كانت عنده سعة من الصدر بأنه يتقبل جميع الأسئلة والإجابة عليها من قبل منظمات المجتمع المدني الدولية. في المقابل هذه المنظمات غير الحكومية أيضا استنكرت يعني الدور السلبي او بعض ما تقوم به المنظمات المسيسة التي يعني تحاول نشر يعني معلومات مغلوطة حول الوضع الحقيقي في البحرين لحقوق الإنسان. يجب ان نأكد احنا في هذا اللقاء ان ما ورد في تقريركم يعد صفعة للمنظمات التي سعت على انحراف العمل الحقوقي داخل سواء كان مجلس حقوق الإنسان أو حتى من خلال الإعلام. ما جاء في تقريركم وهو أكثر من منظمة حقوقية أشادت بما تقدمت به مملكة البحرين وما حققته في مستوى سواء كان الحريات وكذلك حرية التعبير والتسامح الديني والشعائر الدينية، وكذلك أشارت في بعض المنظمات في خلال هذه الدورة للتحديات التي لا تواجهها البحرين ولكن كذلك المنطقة. فمن المعلوم المناطق التي فيها بعض الأزمات سواء كانت جزء من الحروب أو الاحتقانات السياسية تسجل تراجعات في عمل الحقوقي، ولكن مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك هناك مبدأ أساس ورئيس، ألا وهو أن مملكة البحرين تقوم بالحفاظ على هذه المكتسبات بل وتعمل على تعزيزها، وهذا ما أشاروا له المنظمة. إذن الآن اتضحت صورة الملف البحريني لحقوق الإنسان من خلال التقارير الوطنية التي تعرض في المنظمات الدولية. إذن الأستاذ سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون، شكرا جزيلا لك. تحياتي، شكرا لك.